صباح الخير يا كمال. أعوذ بالله، أنت مين؟ إيه يا كمال، معقولة مش عارفني؟ لا ما عرفكيش الحمد لله. إيه؟ قصدي يعني الحمد لله على كل شيء في الحلو ودلوقتي. اخص عليك. طب إيه رأيك بقى إن أنا زعلانة؟ هو الصوت مش غريب عليا. أنا سالي يا مستر كمال، الأسيستنت بتاعتك. سالي؟ وإيه اللي خلاكي كده يا سالي؟ مال وشك؟ إيه اللي جرالك؟ مش عاجبك؟ لا مش قصدي يعني، أنت حلوة في أي حاجة، بس أنا عايز أعرف يعني أنت عاملاه كده ليه يعني؟ ولا دي حادثة ولا أنت كويسة؟ لا حادثة إيه؟ ده نيو لوك جديد أنا عاملاه. نيو لوك؟ قلتي لي. واضح كده إن النيو لوك ما عجبكش. لا لا لا، إزاي؟ ده حلو جدا. بجد؟ آه طبعًا بجد. بس يعني هو ما كانش فيه لون شعر تاني غير الأخضر؟ يبقى ما عجبكش. لا 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 لا، إزاي؟ ده حلو جدا. بجد؟ آه طبعًا بجد. بس سوري يعني بالنسبة لللينسز ما كانش فيه ألوان تانية غير الأحمر؟ يبقى ما عجبكش. لا 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 لا، إزاي؟ ده حلو جدا. بجد؟ آه طبعًا بجد. يا سلام. بس معلش سوري يعني، الروج لو كان لون تاني غير الأسود كان هيبقى أحلى متهيألي. يبقى ما عجبكش. الصراحة آه يا سالي ما عجبنيش. ارتحتي كده؟ متشكرة يا مستر كمان. طب انت زعلتي ليه دلوقتي؟ المسألة مسألة أذواق يا سالي. يمكن النيو لوك ما عجبنيش أنا، بس ممكن يعجب الشخص اللي انت عاملاه له علشان النيو لوك ده، صح ولا لأ؟ ما هو انت الشخص ده فعلا. أيوة، وعملت كده مخصوص علشانك. ليه يا سالي؟ ليه؟ هو أنا كنت عملتلك حاجة؟ أفندم؟ قصدي يعني هو أنا كنت قلتلك أي كومنت على شكلك قبل كده؟ يبقى ما عجبكش. لا طبعا، ازاي؟ لا ده حلو جدا. بجد؟ هو ايه اللي بجد؟ ما انا قلتلك انه ما عجبنيش. وبعدين بصراحه بقى انا ضد فكره النيو لوك من الاساس. ليه؟ ما اعرفش، بس يعني انا بحب الحاجه تبقى على طبيعتها. يعني انت مثلا ربنا خلقك جميله، شعرك حلو وعينيكي حلوه، لازمته ايه بقى يا سالي شغل السيرك القومي اللي انت عاملاه ده؟ يعني انت بتحب الحاجات على طبيعتها. بالظبط. وانا اقتنعت بكلامك بعد اذنك. اتفضلي. مصيبه كمال بيه، مصيبه. ما تقلقش يا استاذ رياض، انا اقنعتها ان النيو لوك مش حلو وقالت لي انها هتغيره. اطمن. نيو لوك ايه بس يا اخي، انت كمان بقول لك في مصيبه. يا ريت يا جماعه نهدى شويه بس علشان نقدر نوصل لحل. التوتر اللي احنا فيه ده مش هيوصلنا لحاجه. ادينا هدينا اهو. تقدر تقول لي بقى هنتصرف ازاي؟ طب معلش، واحده 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 كده، ومن الاول علشان نرتب افكارنا. اتفضل. دلوقتي احنا كنا طالبين شحنة عطور من فرنسا ودفعنا فلوسها بالكامل. مظبوط يا مستر كمال. والشحنة غرقت في البحر قبل ما توصل لنا. مش كلها يا مستر، نص الشحنة بس هو اللي غرق، النص التاني بقى وصل واستلمناه، وده لان الصفقة كانت كبيرة جدا وجاي على مرتين. طب ما يبعتولنا الجزء اللي فاضل. ما ينفعش، الانواع اللي في الشحنة اتوقف تصنيعها خلاص. طب يبعتولنا الفلوس. ما تتعبش نفسك، ما عندهمش سيولة تكفي المبلغ، واحنا ما قدمناش غير حل واحد بس. ايه هو؟ اننا نرفع قضية، دي الطريقة الوحيدة اللي هتضمن لنا حقنا. اسمح لي يا رياض بي، انا مش موافق على الحل ده. ليه يا هاني؟ عشان ببساطة الناس دي احنا اشتغلنا معاهم من زمان وعمرهم ما قصروا معانا في حاجة، وبعدين اللي حصل ده كان خارج عن ارادتهم، وهم اتضروا زينا ويمكن اكتر كمان، ولو كان في نيتهم حاجة وحشة ما كانوش عرضوا علينا أدوات التجميل. أدوات تجميل؟ يعني حضرتك عايزنا ناخد بتمن الجزء اللي غرق أدوات تجميل؟ طب ما كويس الحل ده. لا مش كويس طبعا، لأن الأنواع دي جديدة وملهاش أي سوق في مصر ومحدش كمان يعرفها. يعني هنجيبها ونحطها في المخازن لحد ما تبوظ. صدقني صدقني يا كمال بيه، مفيش حل غير القضية. بس أنا مش عايز أضر الناس دي. يعني هم كانوا من بقية عيلتنا، ما يحصل اللي يحصل يا أخي. أنت عايز ترجع حقك ولا لأ؟ انا عايز اخش الحمام. كمال جات تالنت. كمال جات تالنت. السلام عليكم ابو كريم. وعليكم السلام يا فراويله، ازيك وازاي امك؟ الحمد لله. ابو كريم بتسلم عليك وبتقول لك هاتي فلوس الجمعيه. طب انا هعدي عليها اخر النهار واديها الفلوس. طب بتديها لي ولا اديها لها؟ لا، امك قايله لي قبل كده ما سيبش فلوس الجمعيه معاك عشان انت زباله وما تضمنش. انا بضمنش وزباله. ماشي يا امه، وانا اللي كنت راوي افاجئها المره دي وارجع لها الفلوس. ماشي يا امه، ربنا يسامحك يا امه. ماشي يا امه، ربنا يسامحك. لهجتك ايه يا فراويل، يخرب عقلك، ده الواد دماغه مهويه خالص. ايه ده، ده كمال بيتصل. الو. ايوه يا سي كمال. ايوه ام كريم، معلش لو كنت عطلتك. لا يا اخويا، ولا عطله ولا حاجه، تحت امرك. كنت عايز اسالك سؤال كده. اسال يا اخويا. لو انت متفقه مع حد عشان يجيب لك بضاعه للكشك ودفعتي فلوس البضاعه كامله،
وجه الراجل وهو بيوصلها وقعت منه غصب عنه ونصها باظ ونصها التاني لا، هتعمل ايه؟ هخليه يرجع يجيب لي بضاعة تانية او يديني فلوسي. ولو معهوش فلوس ولا عنده بضاعة تانية وقالك هجيب لك بفلوس البضاعة اللي باظت بضاعة من نوع تاني، يعني مثلا لو اللي باظ شاي هيجيب لك بحقه صابون، بس الصابون ده معلهوش طلب والناس مش عارفاه. ساعتها هيبقى قدامي حلين. ايه هما؟ الاول ان انا افضحه وافرج عليه ام تلاقي لها الا الله واخد حقي منه بالعافية. طب والتاني؟ الحل التاني بقى ان اخد منه الصابون ده واحاول انا ابقى اصرفه بمعرفتي. هتصرفيه ازاي بقى اذا كان الناس اصلا ما بتطلبوش ومش عارفاه؟ كل حاجة وليها صرفة. بص، اول حاجة هعملها هملى الكشك كله بالصابون ده علشان اللي رايح واللي جاي يشوف الصابون ويعرف شكله. طب وبعد ما يشوفوا الصابون ويعرفوا شكله؟ يومين بالظبط، وهسحب الصابون من الكشك مرة واحدة. ساعتها الناس هتستغرب وهيسألوا عليه، هقول لهم انه خلص اول ما نزل علشان نوع حلو قوي واحسن من غيره، وابدأ انزله بعد كده شوية بشوية. اهم حاجة ان الناس تسأل عليه بالاسم ويتقال انه مش موجود لحد ما الناس يبقى نفسها تلاقيه. يا نهار ازرق، انت ازاي كده يا ام كريم؟ ده انت جبارة. يعني كويسة ولا وحشة يا اخويا؟ طبعا كويسة، وكويسة جدا كمان. جرايه كمال، بتعمل ايه في الحمام ده كله؟ كنت بتناقش في بعض النظريات الاقتصادية. نظريات اقتصادية في الحمام؟ معلش بقى، ده طبع فيا مش عارف اغيره، ما بعرفش افكر غير في الحمام. طب يا ترى وصلت الحاجة يا مستر؟ امال ايه يا ترى هي ايه بقى؟ حضرتك بعد اذنك يا استاذ رياض هتتفضل مشكورا تبعت فاكس للناس في فرنسا تقول لهم ان احنا وافقنا اننا ناخد ادوات التجميل. انا برضو رأيي من رأيك يا مستر. احنا كده بنخسر يا كمال، بنخسر. اسمعني للاخر يا استاذ رياض وبعدين احكم بنفسك، اتفقنا؟ يوه اتفقنا. ايه ده لا 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 لا، ده احنا اتغيرنا على الاخر. كنت مخبي فين الافكار دي كلها؟ هذا كمال اسمح لي اقول لك بقى، هذا كمال كده بما اننا لوحدنا يعني يا كمال بيه. براحتك. لا خالص، خد راحتك خالص، بس لو قلت لي رياض يا كمال هقول لك يا عم رياض. الا صحيح، قول لي جبت الفكره الجهنميه دي منين؟ من الحمام. على عم رياض برضو؟ يعني انا هخبي عليك حاجه يا عم رياض؟ اصل انت مش فاهم، احنا لو نجحنا في الخطه دي مكسبنا هيعدي المكسب اللي كنا عاملين حسابنا عليه واكتر كمان، ومش بعيد كمان ناخد توكيل الادوات دي في مصر. ايوه، عشان ما تبقاش تكتر في الكلام بقى. اكتر في الكلام؟ انت اسلوبك ماله بقى غريب كده ليه؟ هتعرف يا عم، قريب قوي هتعرف. طب يا عم الغامض. اسيبك انا بقى واروح ابعت الفاكس من مكتبي. ايه رايك كده؟ ايه ده، انت مين؟ يا امن، يا امن. ايه يا مستر، انا سالي. يلا يا كذاب، هو في راجل اسمه سالي برضو؟ يا مستر انا سالي الاسيستنت بتاعتك، وشلت الباروكه ومسحت المكياج وبقيت على طبيعتي زي ما قلت لي. كان يتقطع لساني قبل ما اقول لك. يعني ايه سالي؟ انا عايز اقول لك حاجه مهمه، انا اكتشفت اني بحب النيو لوك قوي. عايزه مني حاجه يا ماما؟ رايحه فين يا بس؟ رايحه مع الست فاديه مشوار كده لحد المعادي. المعادي؟ ايه يا بنتي اللي هيوديكوا المعادي؟ هنروح لزبون عايزه مننا شغل. طب ما فاديه تروح لوحدها، ولا انت بقى اللي عايزه تتنططي يا ست بسمه؟ لا والله يا ماما، دي زبونة سمعت عني وطلباني بالاسم ومصرة اني اروح لها مع الست فادية، والست فادية بتقولي ان زبونة عالية قوي ولو الشغل عجبها هتزبطنا، وبعدين احنا مش هنتأخر ساعة الزمن وهنرجع على طول. قلتي ايه؟ هقوليها بس موافقة وامري لله. تسلمي يا احلى ام بسمة في الدنيا كلها. ام كريم يا بنت. اه طبعا، ما هو كريم ده الحيلة. حيلة غصب عن عينك. ماشي ماشي، انا همشي بقى عشان الست فادية مستنياني على اول الحارة. مع السلامة. سلام يا قلب امك. خدي بالك من نفسك يا بنت يا بسمة، وخلي بالك وانتي بتعدي الشارع. ما خلاص بقى يا ماما، هو انا رايحة الكويت؟ ربنا يحرسك يا بنتي ويفرحني بك انتي واخوك يا رب.